في عندنا convention بالنسبة للنوت والسورسز. دائما إذا عندي سورس بغض النظر كان AC أو DC، خلينا نفترض إنه DC بالحالة هاي، هون عندي فولتج سورس. لو طلعنا على هذا الفولتج سورس احنا راح نحط الكونفنشن انه هذا بوزيتيف نيجاتيف، وهذا راح نسميه مثلا في سورس از ا فانكشن اوف تايم. الكونفنشن دائما بالنسبه للسورس، الكونفنشن شو يعني كونفنشن؟ عرف المتعارف عليه. الاحسن نبدا دائما بالعرف الصحيح بالطريقه عشان لما ينعكس الاشاره اعرف انه انعكس الوضع الاصلي اللي كان موجود. فراح افترض دائما العرف بالنسبه للاي سورس از ا فانكشن اوف تايم انه اتجاهه هيك. هلا اذا كان عندي تشارجز، ما راح احكي الكترون، راح احكي تشارجز. اذا عندي تشارجز والتشارج عمالها بتدخل على النيجاتيف تيرمينال وبتطلع من البوزيتيف تيرمينال، معناها شو صار بالانرجي تبعتها؟ زادت. فكانه هذه عباره عن ديفايس عمالها بتيجي تشارجز من هون، البوزيتيف تشارجز عم بتضيف لها كذا جول، مش هيك؟ كذا لكل كولوم. لو هذا 1 فولت كم جول عماله بضيف لكل كولوم؟ 1. اوكي، لو كان عندي هون، لو كان الفولتج بيساوي 1 فولت او في اس اوف تي بيساوي 1 فولت، اذا 1 فولت هي 1 جول بير كولوم. فكانه كل كولوم من التشارج بتمر من هون عمال بضيف لها 1 جول من الانرجي، عم برفع الانرجي تبعتها. اذا وظيفه السورس في الحياه ايش انه يعمل؟ انه يعطيني انرجي. هلا رح يصير في حالات معينة رح ينعكس الوضع ويصير هذا هو الاكسبشن، هو الاستثناء. شو بصير يعمل السورس؟ لما الكرنت هذا صار نيجاتيف شو كانه عماله بيعمل السورس؟ عماله باخذ انرجي، كأني بشحنه، إذا كانه بطارية مثلا كأني بشحنها، مش بقدر أشحن بطارية؟ فبصير، فإذا أنا عكست الكرنت والكرنت صار يدخل في السورس من هون، معناها شو عماله بصير؟ عماله الكولوم اللي بدخل من هون، إيش بصير في الانرجي تبعته لما يطلع من هون؟ بتقل، وين راحت هاي الانرجي؟ شحنت السورس او رجعت طاقه للسبلاي او عملت شيء معين. بس الاصل في حياته وظيفته الاساسيه الاصليه انه هو يعطيني انرجي. اذا انعكس الوضع وصار الكرنت نيجاتيف، فهذا هو الكونفنشن اللي دائما بنبدا فيه. بس احنا بنبدا من الاصل، الاصل ايش؟ انه يكون عندي الفولتج بوزيتيف نيجاتيف. طبعا هذا بينطبق على اي سي كمان، لو كان عندي اي سي، مش احنا بنحكي عن فيز انجلز، بقدر احكي عن انه الكرنت انعكس في اي سي سيركت. شو يعني الكرنت انعكس في اي سي سيركت؟ انضرب في 180 درجه، مش هيك؟ اذا هذا مهم جدا. اذا وظيفه السورس، سورس يوجوالي سبلايز انرجي. اذا هذه وظيفته في الحياه. الاكسبشن بصير، وراح نشوف اكسبشنز، بصير عندي اكسبشن بصير ابسوربز انرجي when current becomes negative. إذا ما دام الكرنت بوزيتيف والفولتج بوزيتيف، هذا عماله بكون وظيفته اللي هو بيعمل لي سبلاينج للانرجي. نطلع على اللود. الكونفنشن بالنسبة للود، أي لود، هاي عندي هون لود، راح أحط نفس الشيء كونفنشن إنه بوزيتيف نيجاتيف هون، وراح احط هذه في ال اوف تي عشان اكد انه سب ال، وهذه هون سب اس، فهذا لود. والكرنت وين راح احطه؟ في هذا الاتجاه، راح احط اي ال اوف تي. اذا هذا وظيفته في الحياه بشكل عام، بشكل عام انه هو يستهلك انرجي، والكولومز تبعت الانرجي عم تيجي من هون، بتكون الانرجي تبعتها عاليه هون، وبتصير الانرجي تبعتها منخفضه هون، فبتخسر 1 كولوم لكل جول، 1 جول لكل كولوم اذا كان الفولتج هون ديفرنس 1 فولت. اذا اللود يوجوالي ابزوربس انرجي. هلا اكسبشن راح يصير في حالات معينه، ايش يعمل الكرنت؟ اللود، اذا اللود في عنده طاقه اضافيه لسبب معين واللود بده يرجع لي الطاقه، راح ينعكس اتجاه، ايش راح يصير الكرنت وقتها في الحالة هاي؟ نيجاتيف، بصير راح يرجع لي الطاقة. إذا اكسبشن هلا وين؟ when current becomes negative
it supplies energy. احد الامثله عليها لو انا عندي دي سي موتور بيرمننت ماجنت دي سي موتور مثلا لو عندي بيرمننت ماجنت دي سي موتور في الحاله العاديه هلا راح احط الارمتشر ريزيستنس تبعته راح افترض انه ار له ارمتشر ريزيستنس ار اي هلا احنا الديفولت بنحط الفولتج هون وبنحط الفولتج تبع اللود بوزيتيف بهذا الاتجاه والديفولت بحط انا الكرنت بهذا الاتجاه اي لود از ا فانكشن اوف تايم ففي الحاله العاديه هذا لما يكون محرك يكون الموديل تبعه وبالحاله العاديه هذا باخذ طاقه والطاقه اللي باخذها ايش عم بعمل فيها كونه هو محرك ميكانيكال بحولها لميكانيكال باور وفي شوي منها عمالها بتضيع في هذا اللود بتروح ريزيستر لكن في حالات معينه كاستثناء بتحول هذا من هون بصير جنريتر وبصير الفولتج تبعه بهذا الشكل من هون والكرنت بيعكس اتجاهه بصير نيجاتيف في الحاله هاي بتحول الى سورس وبنعكس التيار وبمشي بهذا الاتجاه ماشي واضح هذا الكونفنشن كويس تستعمل هذا الكونفنشن دائما اذا استعملت الكونفنشن اذا اتبعت هذا الكونفنشن ما بتتلخبط لانه احنا عاده دائما نبدا بالسورس بعدين بنروح للود في حالات معينه السورس بتحول للود وبتمتص الطاقه في حالات معينه اللود بتحول لسورس وبرجع طاقه للسيستم بس هدول هم الاكسبشنز الحاله العاديه يوجوالي بكون عندي هذا الوضع اللي موجود هون